بسم الله الرحمن الرحيم. شاكرين وكالة الأنباء الإمارات ودعمهم المستمر لنا. اليوم نحن في دورتنا التاسعة، اليوم نحن أنجزنا، أعتقد وصلنا الرسالة، والرسالة أصبحت تميز الإماراتيين وماخوذة من الشعار اللي نحن حاطينه الآن، والتسع سنوات مخلصين لهذا الشعار، هو هذا ما يحبه زايد. العمل الإنساني أصبح ميزة تميز الإماراتيين وتميز دولة الإمارات، وركيزة أساسية في حياة الإماراتيين والمقيمين على هذه الدولة الطيبة والخيرة، لأن هذا أعتقد ورث ورثنا إياها الشيخ زايد، وأصبح الآن بالإمكان القول أن في الدين مالنا العمل الخيري والعمل الإنساني والعمل التطوعي. ويمكن أفضل مثال على هذا أن نحن الحمد لله في دولة الإمارات بسبب العمل الخيري وسبب العمل التطوعي استطعنا أن نتجاوز الجائحة قبل كل الدول، الحمد لله على هذا. إن شاء الله نحن مستمرين في إيصال الرسالة أن العمل الخيري هو ماركة مميزة لدولة الإمارات، ولا أعتقد أن هناك من يستطيع اللحاق بالركب دولة الإمارات في العمل الخيري. شكرا مرة ثانية.